إذن مرحبا بمتابعينا الكرام متابعي قناة الفجر سبور في هذه المباراة القوية الديربي المحلي الذي يجمع ما بين فريقي دينا القنيطري ونادي سابو القنيطري. واحد مقابلة قوية خطيرة وهشام هشام يتدخل من أمام المهدي جدان كوبسي كيدار له سفيان باقي تصويبه قويه جميله هاد التسديده ديال سفيان الحلاوي غادي غادر ارضيه الملعب ودخول ايوب حشحاش جميله محمد الصديقي ضيع الاول وضيع الثاني وضيع كذلك الثالثه ولكن الرابعه الان تاتي بالخبر الفرح وتأتي بالفرج لفريق دينا القنيطري. هدف الأول هدف جاء في حدود الدقيقة العاشرة لكتيبة المدرب دريس دينا القنيطري. في الحليوي جميلة هنايا ذكية خطيرة سفيان الحليوي ذكرت أن هذا اللاعب في كل مقابلة يضع لمسته الخاصة والآن يضع لمسته الخاصة في هذه على الأقل الشوط الأول كيسجل الهدف الثاني لفريق دينا القنيطري تصبح النتيجة جوز إصابات دون رد في آخر ألف الشوط الأول. دريس يا دريس لحية جميلة هدف جميل ديال يحيى بايا تحدثت على أن هذا اللاعب غالبا ما يضع لمسته في المقابلة ويسجل على الأقل هدف لمصلحة فريقه سابو القنيطري. الآن يؤكد هذه المعلومة ويسجل يحيى بايا هدف تقليص النتيجة في وقت جد مناسب. يعني مواجهة قوية هذا واحد الدوري القنيطري خطيرة سفيان مختوس أيوا جميلة من سفيان مختوس تمريرة على المقاس وأيوب حشحاش ما كيترددش وكيسجل الهدف الثالث لصالح دينا القنيطري مع بداية الشوط الثاني من المواجهة. دينا القنيطري كيتقدم ثلاث أهداف مقابل هدف واحد كما قلنا هذا واحد الدوري القنيطري دائما المواجهات كتكون قوية حارة. أيوب حشحاش ربحت على إضافة الهدف وسفيان الحلاوي تدخل جميل كانت محاولة خطيرة ما بين أيوب حشحاش وسفيان الحلاوي لكن التصدي كان جميل ورائع من الحارس الشاب محمد المتوكل. احنا وعن ما بثلاثة الواحد أيوب حشحاش لاعب كي هدف جميل من عثمان الهكاري على غفلة من الجميع عثمان الهكاري مراوغة جميلة وتسديدة يسارية في مكان مناسب. إذا الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني الدقيقة 23 من المقابلة عثمان الهكاري كيسجل الهدف الأول ديالو والهدف الرابع لصالح نادي دينا القنيطري على غفلة من الجميع الدوري السابق يحيى بايا تسديدة كانت جميلة من جديدة من سي الحليوي والحارس الشاب محمد المتوكل كيتصدى ليها وكيبعد خطر على المرمى ديالو حاش كيتقدم بها عند سفيان مختوس غيبحث على تسديد سفيان مختوس وخطأ تسديدة قوية من سفيان مختوس نقدر نقول محمد المتوكل ما تعامش مع الكرة بخبرة ما تعامش معها بالشكل المناسب هو حارس متميز لكن ما تعامش مع الكرة بشكل مناسب وبالتالي الهدف الخامس لصالح نادي دينا القنيطري في الدقيقة 24 من المقابلة عن طريق اللاعب سفيان مختوس. هذا الشيء كيوضح الرغبة تسديدة مباشرة وتصدي جميل من اللاعب عبد الرحمن بيوت اللي كيتقمص دور الحارس في هذه اللحظة لأنه كيتقدم يحيى بايا مشات عند يونس الصباغ والهدف تقليص الفريق جميل ما بين يحيى بايا ويونس الصباغ والاخر يحيى بايا كيقلص الفريق وخمسه جوج كيسجل الهدف الثاني لصالح نادي سابو القنيطري. اذا تقدم دينا القنيطري بخمس اهداف مقابل هدف لصالح نادي سابو القنيطري الدقيقه 26 من المقابله. طلعه من هشام هابي مقطوعه في العارضه كان هشام هابي كيضيع فرصه تقليص الفريق الهدف الثالث لصالح نادي سابو القنيطري هي سفيان الحليوي ضيعت
سمها بيضيع كرة أمام فريق اصطدمت بالعريضة، وسير الحلاوي ما كيضيعش فرصة وكيسجل الهدف الشخصي الثاني والسادس لصالح نادي دينا القنيطري. إذن دينا القنيطري كيتقدم بست أهداف مقابل هدفين من غير التعادل، يعني عفوا أي نتيجة من غير الفوز والهدف الثالث. الهدف الثالث لصالح نادي سابق القنيطري عن طريق اللاعب مروان بن عبو الدقيقة 34 من المقابلة. مروان بن عبو كيقلص الفريق ديال نادي سابق القنيطري وكتولي النتيجة 6 أهداف مقابل 3 تقدم دينا القنيطري على حساب نادي سابق. أنا بيض مقطعة من أسفي الحلاوي، المرمى فارغ، المرمى فارغ، والهدف الهدف السابع لصالح دينا القنيطري. والهاتريك ديال سفيان الحلاوي لاعب هداف يسجل هاتريك تلو الاخر. يعني الاسبوع الماضي تابعنا سجل 4 أهداف في المقابله اللي جمعت دينا القنيطري مع اولمبيك تطوان، وفي هذه المقابله كيسجل 3 أهداف. اذا تقدم دينا القنيطري 7 أهداف مقابل 3 على حساب نادي سابو. حتى على المراوغه كيحافظ على الكره ديالو، كيصرف الحفاظ مقطوعه من بن قدوق، مقطوعه من سيام بن قدوق، المرمى الفارغ، سيام بن قدوق كيسجل الهدف الثامن. 8 أهداف مقابل 3 لصالح نادي دينا القنيطري. كما قلنا مثل هذه الدقائق ومثل هذا التقدم خاص تعطى فرصه للاعبين الشباب. سيام بن قدوق كيثبت الاهميه ديالو داخل الفريق وكيتمكن من اضافه الهدف الثامن. تقدم دينا القنيطري ب 8 أهداف مقابل 3. كرة عند لاعبين نادي سابق القنيطري، عند مبقاش بزاف، 5 ثواني، 4 ديال الثواني، 3 2 1، ونهاية الشوط الثاني والمقابلة بفوز دينا القنيطري ب 8 أهداف مقابل 3 على حساب نادي سابق القنيطري. إذا كان معكم في الشوط الأول محمد بلقادة، الشوط الثاني المهدي قشيني، وأيضا الزميل عمر الشباق، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله.